رشيد الباروني مولود في جربة، عايش في تونس، ولد الإدارة التونسية لأكثر من 3 عقود، بديتها في وزارة التنمية وانهيتها بعد الثورة في وزارة الشؤون الاجتماعية. مسيرتي في الإدارة وفات كرئيس مدير عام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، اللي هو صدفة تاني يجيب قابل جمعية التنريضية. أنا معناها قصيت الكياس وجيت للزيتونة 2016. بديت مشواري كمسير في زيتونة الرياضية في 2007، ثم أمين مال 2009، ثم نائب رئيس 2010، ومن بعد رئيس وقت الثورة 2011-2013، ثم عملت راحة تقريبا 3-4 سنين، ثم رجعت 2016 إلى حد هذه الساعة وأنا رئيس الجمعية. الفكرة لا ما جاتنيش لي أنا بالكل. في الاجتماعات الأخيرة الخارقة العادة للجامعة التونسية للكرة الطائرة تقابلنا، تحدثنا أنا وبعض الأصدقاء رؤساء الجمعيات والكتاب العامين اللي موجودين في الجلسة العامة، وبدينا حكينا واقترحوا عليه، قالوا سي رشيد لو عندنا مجموعة لباس بها ماذا بينا كان أنت ترأس المجموعة. شفت مجموعة ناس محترمين برشا، معنا قدوم في التسيير، قدوم في الإدارة، عندنا قضاة، عندنا محامين، عندنا طب، وعندنا مسيرين، خاصة أنه يدير هو مسيرين في الرياضة في كرة الطائرة بصفة خاصة. أنا مسير في عديد الرياضات، أما المسيرين في معايا كرة الطائرة فقط. في الجماعة التونسية كرة الطائرة ثم أهداف أخرى، باليو واحد آخر، درجة أخرى في التسيير، نشاط من واحد آخر، خدمة كبيرة في جامعة عندها برشا ألقاب، هي تعرف هي كرة اليد من الجامعات أكثر عندهم ألقاب في على مستوى الإفريقي، واللي مشاو أكثر للألعاب الأولمبية. حق الحديث مع الأصدقاء المسيرين واللي تقابلت معهم شجعوني برشا، ولقيت مادة لبس بها، وثم بوتنسيال كبير في كرة الطائرة نجموا نخدموا عليه، نجموا نطوروه، وثم إمكانية باش ثم إمكانية وحظ كبير باش كان خلطنا ونجحنا في الانتخابات، إمكانية وننجحوا في ربما هزين رياضة الكرة الطائرة إلى بر الأمان. أول واحد اتصل بيه هما ثين وفات سي سامي العرفاوي، رئيس قديم تاع الهواري وقريب لهنا في الحومة، هو خبير محاسب، تحدثنا هو اللي نقول لك اللي هو 90% أثر فيا وأثر عليا وهزني باش نخدموا بعضنا في هزني باش نلتحق بالقائمة، وبعد بشوية القائمة كبرت وتحدثنا مع بعضنا جميع وصلنا هنا القائمة وقفت تقريبا من با كنا في 48 ساعة الأخيرة. والله البرنامج هو يمشي يجيب تبيعته من كي تشوف معرفش كان تشوف البروفيل نتاع المسيرين والقائمه هذه، البرنامج يجيب تبيعته. هم احنا كثرنا مسيرين تاع جمعيات وكثرنا مسيرين كلمه كبيره تتقال ما تتقال، نجم نقولها بكل تواضع مناضلين، نعاني جمعيات مواردها الماليه ماهيش قاره وضعيفه، جمعيات معناها ربما في وسط السيزون تقف برسك نشاطها يكاد يكون واقف، دونك حاسين وعايشين، مش حاسين مركز عايشين الظروف الصعيبه تاع الجمعيات اللي هي مش كبيره، مش برشا، احنا 40 جمعيه 40 41 جمعيه في كره الطائره، مش جمعيه مش كبار. دونك الحاجه الاولى هو ان الجمعيات اكثرها تعاني خاصه ماديا، جمعيات طموحاتها كبيره في كره الطائره او تنتج جمعيه كره الطائره. لكن الفكرة هي من نوادي اللي قلت لك اللي عندها تاريخ قديم في الكرة الطائرة وتحب تمشي لبعيد بالرياضة هذه. حكيت مع بعض أو خيان، قلنا في تونس تعمل أمنيسي فيسكال وباش تعمل أمنيسي سوسيال، علاش ما نعملوش خاموش في أمنيسي سبورتيف، نحاولوا كيفاش نفرهدوا على الجمعيات الأعباء والجول اللي ما تحملتش لحد الآن، وكيفاش نجموا الجمعيات هذه كل نوفروا لها، نخموا جميع ما عندنا، مش نخموا جميع مع الصوره بيان سور، شنو امكانيات القاره اللي نجم يلزمها لحد الان لازم يتوفر الجمعيه باش تقوم واجبها خاطر واجب وطني. هذا النقطه الثانيه، جوستمون النقطه الثانيه في البرنامج هو نقطه انا تعز كثير على اكثر الجمعيات في تونس، هي مساله التكوين. التكوين في تونس مش لقي حظ، التكوين خاصه في الاصناف الاولى الشبان من المدارس حتى الاصغر بنات وولاد كيف مش لاقين حظهم،
هذا معناها هذا محور لازم التفكير فيه برشا ومعناها حد يعطيه حقه باش يلقى من بعد خاطر التكوين هو استثمار واهم استثمار ربما في اللعبه هذه. بعد التكوين ثم في الكره الطايره ثم اخطاب طبيعيه نتاع كره الطايره معروفين مثلا تونس العاصمه لتونس والاحواز سامبول قطب كبير تاع الرياضه تشوف الاسبيرانس كلوب المرسى سيدي بوسعيد قطب عندنا الضاحيه الجنوبيه قطب قاعد يتطور من زهره رادس بومهل بورسدريه حمام الشط قطب مهم لازم حد يخدم عليه ويطوره طوروا معنا على مستوى الفني ومستوى البنية التحتية والأساسية بتعبت شوية لوطة ثم البول متاع الساحل وسي سي ان بول لحد يخدم عليه وطوروا خاطر بداي كانوا في مش في الأوج العطاء متاعه سفخ سي ان بول امبورتون متاع الرياضة لكن بعد سفخ ما ثم حتى شيء لا في الجنوب الغربي لا في الجنوب الشرقي تقريب يكاد يكون ما ثم حتى جمعية غادي هذا يلزم خدمة كبيرة على الجهة ذي اللي متأكدوا أنه كان أحد يخدم عليها ويمشي لها ويطور فيها ثم جمعيات تمشي وفيها بوتنسيال كبير متاع النجم إذا يعاون ونلقاو فيه من نلقاو فيه يخرجنا من لاعبين ولاعبات ربما يكون عندهم شأن كبير في المستقبل. هي على غير كل رياضة في تونس ما ثماش رياضة تقريبا في تونس ما تعانيش من أزمة تاع تسيير أزمة تمويل أزمة كل أنواع تاع أزمة ثم شكون معطينا رياضة مثلا تونس في تونس تو ماهيش تعاني معناها كلهم معنا في نفس تقريب المستوى تاع المعاناة تاع التعب ومتاع الأزمة نجم نقول أزمة ماك تبقى ربما الحاجة الباهية في الكرة الطائرة لازمتها مش كل عميقة كبيرة معناها بشوية مجهود ربما مش شوية مجهود برشا مجهود يمكن ترجع الرياضة هذه إلى مجدها وهي حتى توها في الأزمة بتاعنا معنا في الأخر كلنا نقعدوا في الأخر نتقارع وإحنا مصر حتى في أزمتنا ومشاكلنا وتعبنا في إفريقيا ديما بقدرنا بيتبقى ما زلت ما خلتناش نهزم مصر كما كنا قبل في سنين مش بعيدة روا تو ربحناها مصر هنا وغادي ومشينا نلعب الأولمبية اللي قبل هذه متاع طوكيو. أول حاجة نرجع الجمعيات تفهمت باش نرجع معهم ونحدوا الأولويات نتاعنا النهائية الأربع سنين الجاية شنو هي أهدافنا وشنو الإمكانيات المتوفرة كما قلت لكم أهم حاجة وأن نحاولوا نوفروا الجمعيات لحد الأدنى من الإمكانيات باش تنجم تخدم روحها في ظروف قول مش قولش معناها ممتازة ولا أريحية أما نتاع تنجم تأثر تنجم تخدم وتنجم تعمل تلعب كرة الطائرة في 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 جو مرتاح فيها مش معناها يخمم في الكارت آخر الجمعة ويخمم في الكولوسيوم تاع وسط الجمعة ويخمم في الممرنة وثلاث أشهر ما خلصش معناها كل هذا ما تعاونش باش اللعبة هذه تتطور. ان شاء الله انا ولا سي مجيد اللي يفوز بالانتخابات الجايه يخدم الكره الطايره وما نشكش انه احنا الزوز نحبوا اللعبه هذه ونحبوا نطوروها واللي ان شاء الله يوفق ربي وينجح ان شاء الله يوصل بالكره الطايره البعيد والهدف في الاخر هي التكوين ناشئه تخدم على قاعده صحيحه وهدفنا ما نخبيوش عليكم الناس كل تحب تمشي في 2028 نلعبوا الاولمبيه هي في النخل ولهذاك الهدف هذاك برشا خدمه في الاثناء